يا كمان الشيشة. مساء الخير يا سي خميس، ازاي والدك؟ قول له ألف مبروك على موت والدتك. هو في حد اسمه خميس وأنا بكلمه؟ لا فعلا لا، دي حيلة رخيصة مني عشان أقول لك مساء الخير. عبد العال حسين عبد العال. هوب من إيدي يا هاني. ولا أنت حكومي يا علا؟ حكومي إيه؟ ما أنا مالي، ما أنا لابس ملكي. حكومي إيه يا هاني؟ ما هو أنا لابس ميري قدامك أرجوكي. عليا النعمة لو طلعت حكومة ملاك دي يعني. لو سمحتي عندي مشاكل في الغضاريف، لو تكرمتي ده أنا غلبان. شكلك ابن حلال. اقعد. من الآخر من غير لا لف ولا دوران، عشان أنا ما عنديش وقت. أنا أول ما شفتك اتشدت لك وانجذبت لك انجذاب رهيب رهيب. هل من حقي أسألك بتشتغلي إيه ولا كده أبقى تعديت حدودي؟ لا نو بروبلم خالص، أنا بقلب النسوان. أوه سوري، بتقلبي النسوان اللي هو التقليب زي الحركات؟ بتقلب النسوان. بتقلبي؟ هايل هايل. عايز أقول لك إن دي حاجة جديدة في المجتمع محدش سبقك فيها. جو أهيد، ربنا معاكي. أصل أنا بحب التقليب قوي. تحب تشتغل معايا يا عسل؟ لا اشتغل معاكي ايه، انا عايز اقولك من اللحظه دي شغلك حاجه وحياتنا الخاصه حاجه تانية. يا مصيبتي حياتنا الخاصه؟ لا بقولك ايه، انا بنت شريفه. وما كسريش الصوره اللي انا عجبتني فيكي، انا حبيتك ان انت مش شريفه وماشيه شمال وبتقلبي النسوان. ايوه شريفه ايه وبتاع ايه. خلينا في الشمال لو سمحتي. ممكن اتجرأ واقولك ان انا حبيتك؟ حبيتني؟ مجنون ده ولا ايه؟ طب انا اسمي ايه؟ انت تعرف اسمي اصلا؟ ما بالطبيعي كده، ده السؤال اللي جاي. اسم القمر ايه؟ سوسكا. عارفه يا سوسكا، قبل ما تتكي على ايدي تفرميها حسيت اني عايزه ترقع صوابعي، رحت انت عاملاها، فحسيت ان دي اشاره اني اجيب ماما ونجي لكم البيت ونقول المراد. ماما؟ طبعا. بجد يا اخويا والنبي؟ طبعا. وقولي بقى، هي امك دي بتلبس ذهب وصيغه وكده؟ اوه بتلبس دي كلها ذهب في ذهب، كله بقت عندها قطع ملابس ذهب، بابا كان جايبها لها من الخزندار زمان. ذهب ماما عباره بمسمينها الست الذهب في الشارع. يا ما شاء الله يا ما شاء الله. لا ده انت لازم تشرب حاجه والله. يا كناني ايه اللي كل شويه كناني كناني ونيجي نسال على الخساب تقول لي استني استني. انا مش يعرف ازاي انت بتهزم بقلبي كده وانت ليك ديون كتير. انت يا كناني انت جاي من انهي بلد؟ عبيط ولا ايه؟ ديون ايه؟ هي قاعده مع هوا؟ ده كل الديون هتدفع وعليها البقشيش كمان. ايه ده؟ طبعا. انت غني؟ غني غنى انا ما اعرفوش، مش عارف حدود ثروتي لحد دلوقتي وصلت فين. بقول لك غنى رهيب يا كناني. قد البحر؟ قد اكبر من البحر. جميل كناني جميل، محلها الخواجه صغنون. هي بقى ليها ديون قد السما. بقول لك كله اتدفع وعليه بقشيش ليك وحلاوه. بقول لك اما نتجوز يا سوسكا نجيب كناني يبقى معانا في البيت يخدمنا في البيت. ظريف. حبيته حبيته حبيته. يجيبه ونعذبه. يلا يا كناني حجرين معسل وتديله من المعسل بتاعي. ما رديتيش عليا في موضوع الجواز يا سوسكا. زوجتك نفسي. زغروته يا كناني. كفايه كناني كفايه كناني كفايه كتير كده كتير، هي واحده وخلاص. خواجه ميرسي يا كناني، باين عليه غلس قوي كناني. هنعذبه؟ مش هنجيبه البيت ولا نشغله معانا، شكله رخم قوي. انا فرحان قوي يا سوسكا. خلاص فعلا فعلا، اذا كنت بضحك عليكي من شويه دلوقتي بجد انا هجيب ماما وهجي لكم البيت عشان اتشرف بالعيله الكريمه. يلا يا ماما هنتاخر عيب، اهل العروسه قولوا علينا ما عندناش ذوق. بلانيله مستعجل على ايه؟ دي جوازتي الندامه. جوازتي الندامه؟ دي كلمه ام تقولها لابنها يوم فرحه. ميرسي قوي ميرسي. يا شيخ ايه ده؟ ده يقول له يوم نحس من اوله. فين النحس يا ماما؟ اليوم زي الفل. مش معنى ان انت وقفتي ساعه تعملي الباروكه ودايسه على الصابونه لازم تزحلقي. ايه علاقه الصابونه بالباروكه بالنحس؟ ارجوكي بقى ماما كده كتير ما تزعلنيش. اتفضلي حضرتك. اتفضلي 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 اتفضلي. ايه التقطاط يا رب؟ ده الازاز بيكسر يا نهار اسود. ايه ده؟ ده الدور اللي فوق بيقع يا ماما. ده ازاز شقتنا اللي بيتكسر. ايوه صح. لا انا هطلع اموت في الشقه فوق. طب ما تموتي في العربيه اقرب على الاقل اسعفك. وبعدين ليه الموت والكلام ده يا ماما؟ اتفقلي بقى. اتفضلي حضرتك اتفضلي. انت اللي موترانه ومعصبانه، اليوم ماشي زي الفل. اتفضلي. مفكرين يا ماما نفوت على تسيب بس نجيب لهم طبق بسبوسه ولا حاجه. اتفضلي اتفضلي. انبسطي بقى انبسطي كده واتفقلي، ده فرح ابنك. يا نهار اسود ومنيل، نسيت مفاتيح العربيه. نبي ما اطلعي بسرعه، جري كده هاتيها وتعالي. ما انا اطلع اجيبها ليه؟ انا معايا نسخه ثانيه. تسلم ايدك تسلم فضل. ايدك تسلم ايدك يا ماما. مش ده اليوم اللي كنت بتتمنيه؟ بذمتك اقعدي كده انفخي. اقعدي اقعدي اقعدي.
صدقي ماما شكل الجوازه دي خير لان انا متفائل جدا جدا. يا لهوي في ايه؟ المره بتاعتي بتقع بتقع يعني ايه؟ يا نهار اسود ومنيل. انا قلت لك انت بتقع طبعا. عايز اشوف النهاره، عايز اشوف النهاره. انت في الطريق ده بتقع. طيب انت في مطرات. يا لهوي اوف، انت جايبني فين يا عبد العال؟ جايب الكرموز يا هانم، كرموز يا امي، ارقى مكان في اسكندريه. لا تقول ابو قير بقى ولا العصفره، كرموز. بصي 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 الشغل اللي في البيت يا امي، ان شاء الله انا سايبي هتنبسطي معاهم قوي يا ماما. يلا بقى. ما قتلتهاش والله العظيم، ما قتلتها والله، ما قتلتها يا عم والله ما قتلتها. عبال ساك عبال. الحمد لله جماعه مستنيينك فوق. مبروك يا عريس. الله يخليك. اتشكر قوي. مين دي؟ امي. والله ما قتلتها يا عم. يلا ما قتلتهاش. مين ده يا عبد العال؟ ده اخو السوسكه اللي انا هخطبها الصغير، ظريف قوي. يا دي المصيبه. مصيبه ايه يا امي؟ ده بيروش مع الظباط اصحابه. يا ماما احنا داخلين على نسب يشرف، ما تقلقيش. حسبي الله ونعم الوكيل. ارجوك يا ماما ما تنكديش عليا بقى، انا مش جايبك حتى اي كلام. لو سمحتي صدقيني هتنبهري بيهم، هتنبهروا. اتفضلي اتفضلي. مين ده؟ ده اخو سوسكا كبير يا ماما، هم فرحانين بيكي. هم العيله دي لما بتفرح بينطوا في المنور. يا مصيبتي. وده مات؟ لا يا ماما بيلعبوا تحت في المنور. ما تشغليش بالك بقى لو تكرمتي، احنا داخلين على نسب يشرف. اتفضلي اتفضلي يا هان اتفضلي. ما شاء الله شغل السرايات ما شاء الله. اتفضلي يا امي. يا ميت مرحب يا ميت مرحب. خطوة عزيزة يا ام الغالي. يا اهلا يا اهلا بالعريس، نورنا. اشكرك. منورانا يا ابله. الله يخليك نورانا. الله يخليك. اعرفك يا ماما، الاستاذ حسب الله يبقى عديلي جوز اخت سوسكا، واخت سوسكا اللي هي مراته تبقى اللي قدامك القمر دي ريا. منوره يا حبيبتي، ورحمه اخويا الغالي اللي لسه هتفاد دلوقتي لان كرامك اخر كرم. يا سوسكا سوسكا العروسه. العروسه العواف. يا الف نهار ابيض، يا الف نهار مبروك. الله يعافيك يا ست البنات. ماشي يا دي عمال. والله انا مش مصدق ان انا معاكي وفي وسط اهلك. جبت لي ايه؟ جبت لي فلوس؟ هديكي كل حاجه تحت امرك. انا جبت لك معايا عارفه ايه؟ ايه؟ بسبوسه هتاكلي صوابعك وراها. والله كلك كرم يا ابو نصب، كلك كرم. بقول لك ايه يا حسب الله، تسيب لي حته انا والعيال، انا عارفاك تفس. جريه وليه العلبه دي وقعت في ايدي انا الاول. وحياه امي لغوصك يا حسب الله. والله بالثلاثه ما حد هيلمسها غيرك. يا تعالي اوعى كده. عايز اسيب حته يا صاحبي. ايه يا جماعه صلوا على النبي. بس بدل ما يموتونا احنا ملكي حاجه مسروقه عليه، خد الشر وراح. الله يخليك يا حبيبتي، الله يخليك. الله منوره منوره ماما ما تقلقيش، ده طقس هنا، ده اسلوب العقاب عندهم. وبصراحه استفزهم، قاعد ياكل لوحده البسبوسه. في النهايه احنا مالناش دعوه، احنا اتشرفنا بيكوا يا جماعه. ممكن ندخل في الموضوع؟ انا يا ست ريا، الله اكبر يا ست ريا، انا اتشرف ان اطلب ايد الانسه الماسون اختك سوسكا. وكده من غير حاجه يا حبيبي ولا ايه؟ لا مش من غير حاجه، بس لو تكرمت السلاح بس. لا انا تحت امركم تحت امركم، انا خدام يعني اللي تقولوا عليه. الشبكه تحبيها منين؟ من اي مكان في العالم. وبلد ليه جوده بالموجود؟ هنروح بعيد. الى حاجه الحاجه دي عاجباني. دي عاجبك حاجه ماما؟ لا يا ماما ده وقتي. مامتي مامتي تتحرق، جدتي احنا هنموت. خلاصي ده الراجل راح في حته بسبوسه. لا يا ماما لا لا. مبروك يا روحي. الله يبارك فيك حبيبي. مبروك الله يخليك. زغروطه للشبكه كده، زغروطه للشبكه، فرحونا. اه لا زغروطه للحلقه يا حبيبي. حلقه عاجبك؟ اتفضلي اتفضلي. لا يا ماما بالراحه على ودنها، بس بالراحه بالراحه بالراحه. قلت لك اخرمي ودنك خرمين يا ماما وخلصينا. حاجه وحياتك اكتبها خاتم. ما تخافيش يا ماما. الف مبروك يا روحي، الف مبروك. ها وبعدين كمل. على ايه؟ انا تحت امركم يعني، انا اللي هاخد المهر. حاضر يعني، شوف الرقم اللي انت عايزاه، اكتب لك شيك وروح البنك على طول. لا والشيك ليه؟ معلش معلش يا ماما، ما انت كنت هتدفعيها. فلوسي ايه؟ ما انت كنت هتدفعيها يا ماما. تحت امرك. انا عندي اقتراح يا جماعه. ايه ده؟ في ايه يا ماما؟ في ايه يا جماعه؟ يمكن هيدفوا لنا تورته يا ماما، يمكن عيد ميلاد وعامل لنا مفاجاه. يا رب استر. ما تخافيش يا ماما. يا ماما خدلتي دراعي، خدلتي دراعي وخوفتيني قوي. طب خلاص، ما انا كمان متنيل مرعوب، بس لازم اظهر كعريس ان انا ذكر يعني. هما اكيد عاملين لنا حاجه مفاجاه، مش ممكن يزعلونا. امسكي امسكي دي. طيب فرمتي كوعي.
ساتر يا رب وربنا خنوق زي ما خنقوا الراجل ما تزعقنيش بقى. انت هتعيطيني هتعيطيني في يوم فرحي يا ماما ارجوكي يا سوسكا يا مدام ريا يا ماما خدلتني دراعي انا شاكك في العيد. ايه ده؟ بيحتفلوا بيحتفلوا بينا بس يا ماما صلي على النبي صلي على النبي خلاص يا ماما خلاص خلاص ماما انت شفتي حاجة عدت كده؟ جثة جثة لا حول ولا قوة إلا بالله إن الله وإنا إليه راجعون يمكن يا ماما بيتهم معدي على الشارع فممر ناس ماتت هنعمل إيه؟ ما ترعبنيش بقى جثة ده لبس ما تخافيش يا ماما ما تخافيش العيلة دي وحشة ما تخافيش لا لا دي ناس دي ناس أطهر ناس بس إحنا هو في حاجة إحنا مش فاهمينها إيه ده؟ عفريت عفريت إيه يا ماما ده تلاقيه ابن أخت العروسة أنت عارفة الأطفال في الأفراح بقى قلبي هيقف يا ماما قلبي هيقف بس بقول لك قلبي هيقف بترد انت ماشيه ورا ميت ايه الصوت البلدي ده يا ماما انت بتخلي شويه ده احسن ده لامسني لا تعالى حبيبي ده لامسني بس تعالى اخويا انا خايف عليك يا حبيبي الله ما شاء الله شكلهم خايفين على عيالهم تتحس مغطيين وش الطفل اهلا حبيبي اهلا حبيبي حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا بعيد فيك انا في انا يا ماما ولا فيك يا اللي قاعده ساكته وضحكوا علينا في الاتفاق اولا ما اتفقناش في الفرح هنعزم كام وهم يعزموا كام الصيني الخشب العفش كل ده ضحكوا عليا عشان حضرتك قاعده تترعشي خليكي كملي رعشتك بقى كملي رعشتك انا خايفه